حضراتكم دلوقتي في الجامعة البريطانية بمدينة الشروق، واللي قدامنا ده أول وأسرع خط إنتاج لقوالب التلج الصحية الغذائية والصديقة للبيئة. طاقته 20 طن ألواح تلج ومضاعفاتها في اليوم الواحد. دقايق معدودة وتلاقي المية النقية اتحولت لقوالب تلج صلبة لأقصى درجة وجاهزة للاستخدام وبمواصفات صحية، ودرجة تجميدها من 30 ل40 تحت الصفر، يعني يتحط في الشمس في عبوته المحترمة المغلقة ومعاك 3 ولا 4 ساعات عشان يدوبك يسيح 10 ولا 20% من وزنه اللي بيوصل ل 25 كيلوغرام. اللي ابتكر المصنع ده هو المهندس مصطفى العشري، خبير تكنولوجيا التبريد ورئيس شركة العشري للصناعة والتجارة لتصنيع خطوط إنتاج التلج، وده بالتعاون مع مركز الابتكار والبحث العلمي والمشروعات بكلية الهندسة في الجامعة البريطانية، واللي قدمت ليه كل الأبحاث العلمية اللي تساعده في إطلاق أحدث أجيال مصانع التلج الصحي والآمن في مصر، واللي فعلا يصلح للاستهلاك الآدمي لأن ما فيهاش باختصار نشادر أو أمونيا زي تقريبا كل مصانع التلج ما بتعمل. الحكاية باختصار إن ألواح التلج بتدخل في 16 صناعة، وكل المصانع في مصر بتنتج تلج صناعي وليس غذائي، وبالتالي لا يصلح للصناعات الغذائية أو الدوائية، يعني ما ينفعش يتحط في كوباية عصير أو مياه غازية أو آيس كريم أو يحفظ أسماك أو لحوم أو حتى يدخل في صناعات دوائية، وبالتالي الإنتاج اللي قدام حضراتكم ده بيتخطف ومحجوز لست شهور قدام لأنه فعلا تلج غذائي. كلية الهندسة بالجامعة البريطانية دعمت المهندس مصطفى العشري خبير تكنولوجيا التبريد بكتيبة من العلماء لتقديم حلول للتحديات اللي بتواجهه، زي تصنيع مكونات المصنع محلياً وبمواد عازلة للحرارة وما تصديش، ده بخلاف مساعدته في اختيار محلول عجيب بجد مش بيتجمد إلا عند 70 درجة مئوية تحت الصفر، وبمجرد غمر قوالب التلج فيها تتجمد في دقايق، ولو حد لمسها بإيده يحس إن عظمه بيتجمد، مرعبة فعلاً. وخلي بال حضراتكم المهندس مصطفى العشري قابلناه قبل كده ببرنامج الجدعان سنة 2019 لما صمم أول مصنع متحرك لإنتاج ألواح التلج في العالم، يعني يقدر يتحرك بيه لأي موقع إنتاجي عشان يحافظ على المنتج، وكانت تكلفته 20% من تكلفة إنشاء مصنع ثابت للتلج، وسجله كبراءة اختراع، وبعدها بدأ يستعد للجيل الجديد من مصانع التلج الصحية والصديقة للبيئة اللي قدام حضراتكم. تعالوا في البداية نتعرف على فكرة المصنع الجديد أو الجيل الجديد، وكمان على المهندس مصطفى العشري اللي بقاله دلوقتي 4 سنين شغال على التصميم الجديد، بيصرف من جيبه عشان يعمل أول مصنع لألواح التلج الصحية والآمنة، ونجح فعلا في الحصول على 5 شهادات أيزو لمنتجاته من ألواح التلج خاصة بالجودة والمطابقة للمواصفات العالمية وسلامة الغذاء وتوفير الطاقة، وأسس شركة مساهمة هدفها إنشاء أكثر من مصنع للتلج من الجيل الجديد وإدارتها بكفاءة لتحقيق أفضل ربح للمساهمين. النهاردة أنتجنا وحدة، الوحدة دي فيها محلول ما بيتجمدش غير عند -70، بيعدي -70 كمان، وده عمرها ما حصلت في العالم. عايزين نتعرف على الوحدة دي اللي احنا بنتابعها بقالنا 3 سنين كاملين، كلها تم إنتاجها تحت إشراف الجامعة البريطانية. احنا بنقدم لحضراتكم النهاردة دي أسرع محطة إنتاج تلج في العالم. احنا اشتغلنا من 2017، وكان سبب اهتمامنا في ده لأن أنا راجل متخصص في مجال التبريد والتكييف من عمر، ما شفت التلوث في صناعة التلج كانت المشكلة اللي أرقتني وخلتني دخلت في ده. ليه ما فيش تطوير لصناعة التلج؟ ليه صناعة التلج بتتعمل في أواني مصدية وبتتعمل بمية غير معالجة، بتتعمل بمكان قديم إنتاج سنة 80 وسنة 70 وشغال بطاقات إنتاجية ضعيفة جدا، وبالتالي كثيف استهلاك كثيف للكهرباء وإهدار المية بشكل غير عادي. فبدأت الموضوع ده شغلني، أشغلت فيه من 2017. جيت في 2019 حضرتك شرفتنا في افتتاح أول وأكبر كم مصنع تلج متنقل في العالم، وده احتفت به موسوعة جينيس وتم تسجيله كبراءات اختراع والحمد لله. المصنع ده كان شغال على بداية الفكرة فيه إن أنا أخلص المساحة المستخدمة في صناعة التلج وأطلع تلج صحي يتصنع بقوالب ستانلس، يتصنع بمواد صديقة للبيئة كلها. من هنا بدأنا الرحلة بقى من 2019 بالظبط. مصدر المية إيه؟ لا، مية نقية ومعالجة بمحطة معالجة جبارة، يعني علشان تطلع لك مياه نقيه جدا تتحمل ده. في نفس الوقت التلج بيطلع لازم بيتحط له اضافات، يعني اي مصنع تلج من مصانع التلج اللي موجوده
لازم بيحط ملح وبيحط نشادر والكلام ده علشان يقدر يعمل التلج اللي هو شغال عليه. حتى ترخيصه في وزارة الصناعة اسمه تلج أغراض صناعية، لكن ما فيش تلج أغراض غذائية. طب إيه مواصفة التلج؟ ما رجعنا المواصفات الهيئة العامة للمواصفات والجودة، مواصفة التلج اللي موجودة عندها عبارة عن سطرين بتقول فيه إنه يكون التلج مصنوع بمياه نقية صالحة للشرب ويتم تجميده، وعند إذابته تكون نتيجة المية بالتحليل مية نقية صالحة للشرب. لو احنا مسكنا اي لوح تلج اللي موجود في السوق اللي بيستخدم في عصارات القصب، بيستخدم في الكوفي شوب، بيستخدم في اماكن كتيره جدا، وخدت عين التحليل من ده هتلاقي المايه اصلا غير صالحه للشرب عند اذابته. فبدأ انت حضرتك النهارده الوحده دي ما زالت في طور البحث؟ لا يا فندم، ولا فعلا طبقت ونزل التلج ده السوق المغلف الهوازي اللي شفناه في المانيا وفي ايطاليا وفرنسا؟ هو ده صح؟ بفضل المولى عز وجل السنه اللي فاتت لما حضرتك شرفتنا كنا انتهينا من اعمال البحث، لكن الجامعه اصرت على اختبارها لمده عام كامل تحت الاختبار في كل ظروف الجو عشان نطلع الشهادة اللي بتقول ان المصنع ده آمن في جميع ظروف الجو وصحي. وهذا الأمر قدرنا نخلي مصنع عالمي على أرض مصرية فضل المولى عز وجل. في شركتين مساهمتين كبار، شركة التلج والمياه الصحية هيلس آيس أند ووتر، وشركة آيس إيجيبت للتلج الصحي. دول في المنطقة الاستثمارية في بنها، إن شاء الله بيعدوا على الافتتاح إن شاء الله على نهاية العام. المنتج نزل السوق هيلس آيس أند ووتر، عامل اكتساح في سوق التلج ده، بيطلع أول تلج بلوك غذائي صحي بيستخدم في كل الصناعات. العميل كان محتاج يشوف منتج جيد، منتج نظيف، مش إن إحنا نقول لا هو اتعود على كده، لأنه هو ما شافش. وطاقتهم قد ايه؟ المرحله الاولى 8000 لوح تلج، والمرحله الثانيه هيوصلوا 16000 لوح تلج يوميا. ما شاء الله، ايه ده؟ فان شاء الله، ما هو ده الميزه ان انت عندك الماكينه ديت او خطوط الانتاج بفضل المولى عز وجل اللي احنا سميناها ايس 10، هو ده البراند دلوقتي اللي احنا العلامه التجاريه لماكينات التلج الغذائي. يعني حق امتياز العلامه التجاريه. بياخد حق امتياز العلامه التجاريه المنتجات اللي بتطلع باسم ايس 10 اللي هو نفس اسم الماكينه اللي بتصنع التلج الغذائي. في نفس الوقت هو بس مش مساله ان هو امن صحيا، لا ده الموضوع كبير جدا. انا بديك تلج من 8 ل 10 اضعاف لوح التلج العادي، يعني قوه تبريده من 8 ل 10 اضعاف لوح التلج العادي. انا احنا حاطينه في الشمس اهو ما بيحصلوش حاجه. ما بقول حضرتك لا هو قوه تبريده عادي. احنا بنلعب على البي تي يو، الحمل الحراري او القدره التبريديه للوح التلج، ومن هنا جت ان انا اديك تلج عمره اطول، امكانيات التلج اقوى، التلج بدون اضافات، ما بتحطش عليه كيميكال، بتحطش عليه كذا. وبنطلع الخطوط دي بتطلع اربع انواع من التلج، منها التلج اللي حضرتك شفته النهارده اللي هو التلج الغذائي، في تلج تاني بنسبه املاح منخفضه بتوصل ل 120 تي دي اس بدم معالج، ده بيستخدم في اي حاجه فيها عصاير فيها الكلام ده، ياخده زي الميه المعبئه بالماء الطبيعيه المعبئه بالظبط بمواصفات كواليتي عاليه جدا للميه. النقطه الثانيه احنا عملنا كمان التلج بمياه مؤطره، نزعنا الاملاح، وده من اصعب التلج اللي ممكن تتجمد في العالم، لان عمليه التوصيل الحراري بتحصل عن طريق الاملاح اللي موجوده في الماء. انت لما تنزع الاملاح وتجمده مفيش مكنه تعرف تعمل ده. الحمد لله ماكينات ايس 10 جمدت النوع ده من التلج، تلج منزوع الاملاح. اللوح ده النهارده تكلفته كام؟ واقف عليك بكام او بتبيعه بكام؟ لا هي الشركه، انا مش انا اللي ببيعه، هي الشركه اللي بيبيعه، هي بتحافظ في السوق ب 25 جنيه في ال 25 جنيه. طب ده سعر التلج العادي. ما هم دول بعد الفكرة. كل الانشاءات دي والتجارب والابحاث والصرف على البحث العلمي الاستراتيجيه، لا هم الفكره الاستراتيجيه بتاعت شركه التلج والمياه الصحيه هيلس ايس مركزه على حاجه معينه هي وايس ايجيبت، انها توري للعميل ان المنتج الجديد مش غالي، او المنتج النظيف مش غالي، او المنتج الجيد مش غالي. هو مصنع ولا اصلا؟ انا شايف ان الوحدات دي يعني 500 متر تكفيها، في حين ان كان زمان مصانع بقول لك بال 4000 و 5000 متر عشان تعمل مصنع للتلج. ما هو ده اللي احنا بنقدمه، انت عشان تعمل مصنع 1000 عايز مساحه ما تقلش من 2500 ل 3000 متر، هتعمل انشاءات عليه بكام؟ تمن الارض كام؟ النهارده انت ما عندكش، احنا ايس 10 وفرت لك ده كله. يا شباب ممكن اخد واحد من دول لو سمحت، واحد من الالواح دي سمعت حركة هتقولي أنا ده مش مهندس في الشمس قد إيه عشان يسيح؟ حضرتك اللي تحكم النهاردة. النهاردة الساعة 12 أنا المرة فاتت قاعد بتاع 5 ساعات النهاردة ما فقدتش 10%، ودرجة الشمس ما شاء الله هنا يعني حرارة عالية قوي. هنسيبه حضرتك النهاردة لغاية آخر اليوم، وحضرتك شوف التلج هيتحول قد إيه زي ما هو كده. ده متجمد في محلول سالب 70 تحت الصفر. احنا بنقدر نجمد لغايه سالب 70، لكن احنا بنقدر نشتغل على حسب احتياج العميل. التلج العادي كام؟ سالب كام؟ سالب 5 درجه مئويه، من يعني سالب 2 لسالب 25 جنيه. انت بتجمده على سالب 70، هو البحث العلمي ده كلفك قد ايه؟ احنا تخطينا ال 250 مليون جنيه.
خطينا ال 250 عشان توصل للنموذج ده، عشان نوصل لده فعلا. سهل انك تكرر الوحدات دي لاي حد عايزها، شركات مساهمه، ناس تتجمع. احنا عن الاسمار مش سهل يا جماعه، عايز شركات مساهمه، ناس تدخل تعمل مصانع دي. احنا محتاجين مصانع في كل محافظات مصر، ما عندناش ولا مصنع بينتج التلج الغذائي. وده فعلا اللي احنا بنستهدفه الفتره الجايه. المصانع اللي اشتغلت بالجودي بتعايزه ترفع طاقتها الانتاجيه، اي مساهمين عايزين يخشوا فيهم هم يفتحوا ويرفعوا راس المال. في نفس الوقت المحافظات الاخرى كلها اللي عايزه تعمل ده بنقدر ناسس شركات مساهمه، والشركه عندنا بتقدم لهم مجموعه امتيازات رهيبه قوي. اولا منتجه متسوق، يعني شركه ايس عشري هي اللي بتسوق له كل منتجاته على مستوى الجمهوريه، فهو استثمار بالنسبه له. منتج نظيف، منتج هو اللي جاي عليك يو ار كود، بعد كده حضرتك تاخده بالاسكان، هيديك كل المواصفات بتاعه الميه، طريقه تصنيعها، بكل الكلام ده اللي هو التتبع الغذائي اللي بيستهدف بيه الغذاء في العالم كله. هل في منتجات تانية ممكن نصنعها من اللوح ده؟ يعني ممكن نعمل كيوب صغيره للناس اللي عايز تشرب عصير، يدخل اجزاء معينه عشان تتناسب مع مكانات الصناعات الغذائيه. بالفعل قام بالدور ده شركه ايس ايجيبت للتلج الصحي، برضو في المنطقه الاستثماريه في بنها، بتحط في جواه فراوله وخوخ وزهور. لا لا انت هتشوف حاجات جميله. في ناس هتشوف التلج اللي بيعملوا الفيونكا زي ما انا بقول، هتشوف التلج الكريستال معمول في كوبايه بالكريستال، حضرتك تقدر تاخد الكوبايه دي بكريستال ايس ده يقدر يقعد مع حضرتك طول اليوم. يعني انت تاخده وانت مسافر، حطيت الميه تشرب ميه، تشرب عصير كريستال ايس، بيقعد معاك ممكن بال 12 13 ساعه ما بيسحش. لا احنا في خدمات كتيره، منتجات هتنزل السوق المصري خلال السنه الجايه. لا التربو ايس ده حته كبسوله بتحول اي ازازه ميه، ما عدتش هتشوف بقى موضوع ان محلات حاطه او السوبر ماركت كراتين الميه او الازايز في قلب الثلاجه عشان تبردها. انت تتخيل ازازه الميه بتكلف قد ايه كهرباء عشان تبرد؟ تخيل الرقم قد ايه بقى؟ 3.2 كيلو. في بدل انه هياخد كبسوله ثلج لا تذكر بفلوس، حاجه لا تذكر يعني، تمام، هيحطها في ازازه الميه اتحولت في 15 ثانيه ل 15 درجه مئويه. هي كبسوله الثلج برضه، كبسوله كبسوله الثلج يقدر يحطها جوه ازازه الميه، امنه صحيا، عليها مواصفات، عليها الكلام ده كله، يديله التبريد الفائق السريع ده. تعالوا بقى نقابل الدكتور هشام صفوت، استاذ التبريد والتكييف بكليه الهندسه بالجامعه البريطانيه، ورئيس جمعيه اشري للتبريد والتكييف، وهو اشرف بالكامل على التصميمات الهندسيه للجيل الجديد من مصانع الثلج اللي قدام حضراتكم. حضرتك استاذ التبريد والتكييف، واجهت كل التحديات اللي واجهت مصطفى العشري وقدمت حلول، عايزين نعرف ايه الحلول اللي قدمناها والتحديات اللي واجهناها. طبعا اهلا بحضرتك، وطبعا بنتشرف النهارده في الفصل الاخير اللي هو اختبارات التشغيل وتحويل الفكره والتصميم لمكنه بتنتج تلج صحي مش ملوث. اكتر حاجه مهمه جدا ان احنا نجحنا فيها بعد اختبارات التشغيل ان احنا قدرنا نوصل التلج بدل ما يبقى تلج تقليدي لناقص 5، وصلناه لناقص 20 وناقص 25 في اختبارات التشغيل، وهو ده النجاح اللي احنا عايزينه. معنى ناقص 25 معناها ايه؟ معناها ان التلج خلاص وقفت البكتيريا، وقفت الميكروبات، الدرجة الحرارة بقت منتظمة، التلج بقى لونه أبيض تماما، تقدر تستخدمه في جميع الأغذية، تقدر تستخدمه في الخرسانة. أقول لك حاجة بسيطة، بيبقى اسمه تلج مستوي. بيبقى اسمه تلج مستوي. مظبوط يا فندم. لما نلاقي تلج كده شفاف، صح، هو ده المصطلح. وفي كذا لون، يبقى مش مستوي. بالظبط. النقطة اللي بعد كده والأهم إن احنا إن المكنة إزاي توفر طاقة. نجحنا اللوح الألف لوح تلج بعد ما كان بيستهلك فوق 2000 كيلو وات، احنا نجحنا إن احنا نوصله 750 كيلو وات. موقفنا إيه النهاردة في جمعية التبريد والتكييف أشر اللي حضرتك بترأسها؟ إزاي نقدر نساعد الراجل المبتكر ده ورائد الأعمال ده اللي قدر يطلع تلج صحي إنه يعمم على مستوى الجمهورية؟ طبعًا جمعية أشري القاهرة ليها دور كبير إنها مع الكود المصري للتبريد والتكييف، إن احنا الحمد لله يعني الكود المصري للتبريد والتكييف في مساهمة كبيرة جدا من جمعية أشري القاهرة، فنقدر نقول لهم ونفرض حاجة، نعمل حاجة اسمها enforcement، يعني احنا بنستخدم التوجيه الجبري ان لازم المواصفة بتاعة التلج اللي هي صالحة للشرب، يبقى التلج صالح للشرب، انها تنفذ، ويبقى فيه penalties او يبقى فيه عقوبات غرامات لو على اي محطة تلج مش بتمشي على المواصفة. دكتور عايز حاجة، هو ما فيش اجتماعات حصلت بيننا وبين الهيئة القومية لسلامة الغذاء نساعدهم في وضع ضوابط محددة لمصانع التلج ومواصفة التلج اللي خارج؟ كلمة تلج صناعي دي لازم تتشطب. مظبوط يا فندم، احنا ماشيين في الطريق ده فعلا، واول حاجه عملناها ودي عملت عمليه احراج غير مباشر لكل المحطات ان التلج اللي طالع واخد شهادات من منظمه
الغذاء العالمية بساحة التلج، وناخد ان التلج ده بتي دي اس مظبوط. لما التلج ده بينزل السوق ومكتوب عليه كده من بره، دي اول طريقة بنقدر لغاية ما نوصل للي حضرتك تفضلت وقلته لهيئة السلامة للأغذية ان شاء الله، وهي دي المرحلة التانية بإذن الله. من العلماء اللي ساهموا بقوة في تصنيع الجيل الجديد من مصانع التلج الصحية والصديقة للبيئة، ونجحوا في إيجاد الحلول للتحديات اللي واجهت المهندس مصطفى العشري الدكتور أحمد عبد العظيم أستاذ هندسة وكفاءة الطاقة بالجامعة البريطانية، وهيفهمنا إزاي تم خفض استهلاك الطاقة بنسبة 50% في الجيل الجديد من مصانع التلج الصحية. مصانع التلج يعني طاقة، خلينا نتفق، وحضرتك كان ليك دور عظيم جدا في إنشاء هذا المصنع وهذه الوحدة اللي شفناها النهاردة في توفير الطاقة. ده تحقق إزاي؟ المصنع، مصنع التلج، عشان نوفر فيه الطاقة كان لازم نبدأ من البداية، نبدأ من بداية إعادة تصميم الوحدة الأساسية المسؤولة عن تقليل درجة حرارة المياه اللي أنا هنتج بها التلج، ودي خدت مرحلة من الدراسة في المقام الأول كبيرة جدا، أشهر، وإحنا بنعيد تصميم هذه المنظومة. المنظومة دي ما تصممتش على وسائل تقليدية، كنا لازم ندخل فيها عناصر عشان نقلل الطاقة، reduction في الانرجي بزيادة الكفاءة بتغيير الكومبوننتس، reduction في تغيير منظومة الحركة نفسها للسيستم. وصلنا ليه؟ يعني حسنا استهلاك الطاقة في مصنع التلج. الصناعة دي المرتبطة باستهلاك أو وجود عنصر بيستهلك الطاقة بشكل كبير جدا، وهو الكمبريسور أو الكباس. العنصر دوت في منظومة بتنتج تلج عند درجة حرارة ناقص 20 ناقص 25 اللي هي تلج نفسه، ده معناها استهلاك كبير جدا للطاقة. إزاي إن أنا أنزل بالمستوى المتعارف عليه التقليدي للصناعة ديت بشكل مختلف؟ إزاي أضرب عصفورين بحجر في استهلاك الطاقة؟ أنا مش عايز أقول لحضرتك إن إحنا في التانك الرئيسي درجة الحرارة بتصل إلى ناقص 50، لما أكون في جو زي جو الصيف بتاعنا عند درجة حرارة 40، من ناقص 50 ل40 إزاي حافظ على المية أو مش مية بقى، المحلول دوت عند درجة الحرارة المنخفضة دي بدون مفقد منها كمية كبيرة، فبالتالي أستهلك طاقة كبيرة. أنا هبدأ في المنظومة الجديدة بقى إن السيستم ده يبقى sustainable، طاقته تتولد on spot on boards، طاقة شمسية، طاقة رياح، الموضوع تماما open minded بالنسبة لكل sources اللي ممكن نستغلها في إنتاج الطاقة. لكن التشالنج الأكبر هو التلج معناه مية. طب أنا إذا كان في مكان ما فيهوش مية هنتج تلج إذا كانت الطاقة متوفرة ببلاش إزاي؟ لا حركة اللي تقول لنا بقى ده عايز حضراتكم عشان الحلول. التشالنج الجديد، وده بصراحة وضعه لنا بشمهندس مصطفى، إن في بلاد ما فيهاش لا كهرباء ولا مية، ودي في دول أفريقيا في الواقع دوت. ده المقترح اللي قاله مصطفى العشري. نعم يا فندم. إحنا في الفترة القادمة احنا حاطين بلان لسنة ونص من الشغل في هذه المنظومة ان شاء الله، عشان ننتج سيستم موبايل يتحرك لإنتاج تلج مختلف بتستخدم الطاقة الطبيعية المتجددة بتاعت ربنا سبحانه وتعالى المتجددة، وفي نفس الوقت في وسيلة لإنتاج المياه on board عشان لو في مكان مفهوش مية عشان ننتج هذا النوعية من التلج. دلوقتي هنقابل الدكتور مصطفى الشاذلي أستاذ علوم المواد بكلية الهندسة بالجامعة البريطانية، وهو اللي صنع بمواد مبتكرة أحواض تصنيع التلج، صنعها من نفس مواد تصنيع الطائرات. ركزوا معاه. دكتور، عندنا مصنع للتلج، المصنع ده أهم حاجة فيه نوفر الطاقة، نزلنا بيها 50% وعايزين نحافظ على هذه الطاقة من التسريب، حضرتك تدخلت وعملت او ليه جدار عازل تمام يمنع تسريب الطاقه؟ تمام كده. عملنا ده ازاي؟ الجدار العازل اللي عملناه دوت هي عباره عن وعاء بيتم فيه تصنيع قوالب التلج بطريقه غير مباشره، لان هو بيبقى فيه كمان جواه قوالب مصنعه من الصلب قابل مقاوم للصدأ اللي هو الستانلس ستيل. القالب دوت لازم يكون فيه خصائص كثيره، او خاصيه فيه، اهم خاصيه فيه ان هو يكون خفيف الوزن عشان يساعدنا في الحركه، عشان يساعدنا في الحركه، سواء ان هو عايز يحط المصنع دوت على ترك متنقل يروح بيه اماكن مختلفه نائيه يصنع فيها التلج ويخدم بيه المجتمعات البعيده. تاني حاجه لازم يقدر ان هو يشيل الاوزان اللي جايه عليه. المتوسطيه في ايه؟ اول حاجه وزن التلج اللي جوه، احنا بنتكلم هنا في قوالب تلج وزنها حوالي 5 طن ونص بتصنع في الباتش الواحد.
الحاجة التانية الأهم إن هو يكون بيمنع تسرب الحرارة، لأن معنى إن أنا عندي فيه تسرب الحرارة معناها إن أنا الحمل التبريدي عندها يعلى، استهلاك الطاقة عندها تعلى، فلازم كل الكلام ده يتخذ في الاعتبار. فلما نيجي نشوف إيه المواد اللي بتحقق كل الخصائص ديت، لقينا اللي هي الألياف الزجاجية المركبة، مادة بتصنع من ألياف زجاجية تختلط بها بعض الأبوكسيات عشان تنتج مادة خفيفة الوزن لها مقاومة عالية، ودي الخامة الأساسية اللي بتستخدم في صناعة الطائرات. دي بتعتبر من اللي هي المواد عالية الكفاءة. فبالتالي لما نيجي نصنع حاجة زي كده فاحنا بنحقق أكتر من هدف: خفة وزن، مقاومة لانتقال درجة الحرارة، تمام، والقدرة على تحمل الأحمال الخارجية اللي جاية عليها. الأحمال دي عبارة عن إيه؟ زي ما اتفقنا في أحمال التلج والسوائل الموجودة جوه الكونتينر ده. طيب نمنع تسرب الحرارة دي إزاي؟ كمان ضفنا كمان مادة فوم، تمام، مادة رغوية بتضاف وتجمد داخل الفراغ الموجود ما بين الطبقتين بتوع الزجاج المقوى. والخامة بتاعت الفوم ديت مش أي نوع خامة فوم موجودة في السوق، دي خامة خاصة، تمام، بتتميز بالصلابة العالية وفي نفس الوقت ليها معامل انتقال حرارة قليل جدا جدا جدا. فده ساعدنا ان احنا نبني كل المكون دوت او الجدار دوت او الوعاء اللي احنا بنصنع فيه التلج. الجامعة البريطانية واحة مهمة للعلوم والتكنولوجيا والبحث العلمي لخدمة الصناعة. دلوقتي هنقابل الدكتور تامر عادل، استاذ الهندسة الصناعية بكلية الهندسة بالجامعة البريطانية ووكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع والمشروعات. الدكتور تامر عادل، حضرتك استاذ الهندسه الصناعيه في كليه الهندسه الجامعه البريطانيه، وحضرتك كنت اول واحد استقبل المهندس مصطفى العشر من خلال واحد العلوم والابتكار، عملنا فريق كامل استشاري. طيب ازاي ده ينعكس على قطاع الصناعه المصري؟ لما اكون عندي مشاكل ايه الجا لحضراتكم؟ استقبلنا الباشمهندس مصطفى بأنه هو جاي عنده منتج في مرحلته الاوليه وعايز يطور عليه، عنده احلام كتيره جدا، عايز يطور المنتج ده عشان يقدر المنتج ده ينافس بيه في الاسواق المصريه والعالميه طبعا. وكان عنده شغف كبير جدا ان المنتج بتاعه ده يبقى منتج حديث العالم. حديث العالم والناس كلها تتكلم عنه طبعا. فعلا هو منتج حديث العالم فعلا والطريقه اللي هي وصل ليها يعني. فاستقبلناه الاول بالمشاكل اللي كانت عنده، ودي اللي احنا بنحاول نعمله في كليه الهندسه جامعه البريطانيه وفي الجامعه كلها، ان احنا بنحاول على قد ما نقدر نشوف مشاكل الصناعه اللي جايه بيها الصناعة علشان يقدر نوصل لهم المنتج بتاعهم ان هو يبقى منتج ذو جودة عالية وفي نفس الوقت بتكلفة اقل ما يمكن وباستهلاك طاقة اقل ما يمكن. يعني خلينا افكرك بحاجة، دايما كان السيد فريد خميس اللي رحمة الله يقول لك ايه، احنا جامعة قولوا ده من رحم الصناعة. مظبوط، دي كلمة دايما مسيطر حتى اليوم. طبعا انا بقالي 17 سنة مع الجامعة البريطانية، كنت رئيس مركز استشارات الجامعة، فدي كان دايما بسمع رحمة الله المهندس محمد فريد خميسي بيقولها يعني. طب حضرتك هتقدروا تساعدوني ازاي وانا رجل صناعة وعندي تحديات لما هاجي لحضراتكم؟ هنعمل ايه؟ اول حاجه لازم نعملها هو دراسه اللي انت وصلت له، انت 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 فين من السوق العالمي، وبعدين نبتدي نحدد الاستشاريين اللي يقدروا يساعدوك في الاريا دي. ساعات كتير كمان بندور لك على جهات تمويلية زي أكاديمية البحث العلمي في بعض الأحيان في مع الشركات الناشئة، أو مركز تحديث الصناعة مثلا مع الشركات اللي هي SMEs أو الشركات اللي اوريدي موجودة، بنساعدك إن هم يعملوا لك تمويل للمنتج بتاعك أو المشروع بتاعك. اديني مثال يا دكتور لمشروعات مولتوها. احنا يعني احنا خلينا ما نقولش ان احنا بنمول المشروع قد ما احنا بندور على جهات تمويليه للمشروع واحنا بنساعد. طبعا المشروع بتاع الباشمهندس مصطفى واحد منهم، عملنا مشاريع استشاريه مع مثلا شركه حلواني اخوان لتطوير خط الانتاج بتاعهم، عملنا مع شركه التوني للمصاعد، عملنا لهم تطوير لمصعد اللي هو الداخلي اللي هو كان طول عمره بيستورد من انجلترا ومن دول اوروبيه، عملناه اول بروتوتايب كان طلع من اسبوعين يعني، فاول نموذج اولي منتج فعلا بتصنع النهارده في مصر، بتصنع في مصر ومول من مركز تحديث الصناعه يعني.